السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي فات كنا بنتكلم على الانترفيس بتاع المشروع بتاعنا بتاع الفايل ريفت. في الفيديو ده ان شاء الله هنبدأ نشتغل على المشروع، واول خطوة بنعملها في المشروع ان احنا بنظبط الليفلز بتاعنا. زي ما اتفقنا في الفيديوهات اللي فاتت ان الليفلز دي هي الزد دايركشن بتاع المشروع بتاعنا، يعني احنا دايما بنرسم في البلان اكس وواي، ولكن الارتفاعات اللي هو اتجاه زد هو ده اللي هو منوط بتعريف الليفلز اللي انت هتشتغل بيه. طيب عشان تظبط الليفلز لازم تكون عارف هي ايه المناسيب اللي المفروض تعمل لها كرييشن وتضيفها على المشروع بتاعك. طيب المناسيب دي هندخل على فايل الكاد بتاعنا، المشروع هو مبنى سكني. في الفايل بتاع المشروع اللي هتلاقوه في الفيديو ديسكريبشن ان شاء الله، المناسيب اللي احنا هنشتغل عليها. اولا منسوب الصفر، وده منسوب الصفر المعماري. في عندك هنا البدروم، ارتفاع البدروم ده من وش البلاطة هنا لغاية المنسوب اللي هو وش البلاطة من فوق 3 متر. وبعد كده منسوب الدور الأرضي، بيبدأ من هنا ارتفاع الدور الأرضي، قصدي اللي هو ارتفاعه 3.4، هنضيف عليها الثيكنس بتاع البلاطة اللي هو 3.60. وبعد كده الدور الأول 3.8، وبعد كده أدوار متكررة كلها 3.14. فاحنا عاوزين نعمل الليفلز دي. الليفلز هي المناسيب. إذا أنا عندي منسوب اللي هو الصفر، وبعد كده منسوب تحت -1.3، وهنا فوق في منسوب 1.7، ولكن في مناسيب تانية مش موجودة هنا، وهي مناسيب الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة. الخرسانة العادية عندك ارتفاع الخرسانة العادية الثيكنس بتاع الحصيرة دي 30 سنتي، أما الخرسانة المسلحة فهي 60 سنتي، لأن هي معمولة لبشة. طيب تعال ندخل على الريفت ونبدأ نظبط الكلام ده. علشان نرسم الليفلز اللي هي الارتفاع التالت أو الاتجاه التالت في الرسمة بتاعتنا، لازم ندخل على أي إليفيشن من دول، يا إما النورث يا إما الساوث أو الإيست أو الويست. فاحنا ندخل عليها من هنا من البراوزر، بروجكت براوزر، ندخل على الايست مثلا. هتلاقي في عندك في تو ليفلز باي ديفولت، اللي هو الليفل 0 والليفل اللي هي ليفل 1 وليفل 2، ده في التمبلت بتاع الاستراكشر. لو دخلت على ليفل التمبلت الثاني زي الكونستراكشر مثلا هتلاقي فيه ليفلز ثانيه، لو دخلت على الاركتكشر في ليفلز بارقام ثانيه. فهو بيديك كل واحده ليها كل تمبلت ليه ارتفاعات مختلفه، انت طبعا تقدر تظبط الارتفاعات اللي انت محتاجها. طيب زي احنا شايفين الوحدات هنا مش مظبطه، كلها شغاله بالفيت والانش، فاحنا عاوزين نعدلها تكون بالمتر. عشان نعدل وحدات الفايل بتاعنا بتدوس على يو ان، اختصارتها يو ان اللي هو بروجكت يونتس، او بتدخل على مانج، وبعد كده في حاجه اسمها بروجكت يونتس هنا تضغط عليها، بتغير الوحدات بتاعه اللينث بتاعتك. هنا موجوده بالفيت، هتدوس عليها وتغير اليونتس من فيت لميترز. وفي حاجه اسمها راوندنج، الراوندنج دي اللي هي كم رقم عشري، بنخليها مثلا اتنين رقمين عشريين، وبعد كده بنكتب السيمبل بتاع المتر بعدها. في حاجه اسمها سبريس تريلينج، سبريس تريلينج دي معناها ايه؟ لو انت عندك ارتفاع مثلا دور او في مسافه عندك 4.5 متر، فعلشان تعامل 2 ديسيمل هتكتب 4.50، ولكن انت عاوز تشيل الصفر الاخير ما دام ملوش لازمه هتعمل سبريس للتريلينج، هتبقى 4.5. لو زادت بقت 4.51 كده هتكتب 4.51، لان مفيش اصفار في النهايه، بس احنا بنفضل ان احنا نخلي فيه الصفر النهائي. بعد كده ندوس اوكي، بعد كده تغير وحدات الاريا تخليها بالسكوير مترز، وتخلي برضو رقمين 20، ودي اليونتس اتعدلت. بعد كده الفوليوم طبعا ده مهم بالنسبه لنا، بنخليها بالكيوبيك مترز ونخليها رقمين 20، ندوس اوكي. كده احنا ظبطنا الحاجات اللي احنا محتاجينها. ممكن تظبط الانجلز لو باي وحدات انت عايزها، الكرنسي مثلا بتعدلها، كل حاجه انت بتعدلها من البروجكت يونتس. بعد كده بندوس اوكي. بعد ما ندوس اوكي هتلاقي ان الوحدات اتظبطت عندك. في عندنا ليفل 1 وليفل 2، عاوزين نظبط الليفلز بتاعي. طيب هنبص على المشروع تاني. يبقى انا عندي في منسوب -1.3، وتحته في منسوب الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة، وبعد كده الدور الأرضي في ليفلز مختلفة. هنبدأ نسقط الكلام ده على ريفت. مبدئيا احنا
ممكن نمسح اي ليفل موجود زياده مش عايزينه، احنا عايزين ليفل 1 ده اللي هو الصفر المعماري هو اللي موجود عشان هنسد بعد كده الشغل بتاعنا. فانت هتختار الليفل ده وتدوس ديليت وتدوس اوكي، كده انت مسحت الليفل ده. طيب بعد كده هنبدا نرسم الليفلز تاني. عشان تعمل ليفل تاني ندخل على ستراكشر، في حاجه في تاب اسمه داتم، تختار الليفل وبعد كده بيديك اتنين اوبشن ان انت ترسم بيهم. يا اما انت هترسم خط، وعشان ترسم خط اللي هو الليفل ده ترسمه ان انت بتيجي عند نهاية الليفل اللي قبله واول ما تظهر لك الرقم ده والداش لاين بتكتب الرقم اللي انت عايزه منسوب التاني اللي هو سالب 1.3، بس عشان ما تكتبش بالسالب انت بتكتب 1.3 بس بتخلي الماوس بتاعك ينزل لتحت. لو انت عايز يطلع 1.3 بوزيتيف بتخلي الماوس بتاعك لفوق. فاحنا بننزل لتحت كده اهو، نكتب 1.3 وتدوس انتر كده، تمشي بالماوس يمين كده اهو لغايه ما يظهر لك الداش لاين التاني ده. كده انت عملت الاينمنت، يعني خليت الاثنين في نفس المحاذاه. وبالتالي ميزه الالاينمنت ده ان انت لو اخترت اي واحد فيهم وحبيت تكبر اللينس بتاعه تشده كده يمين او شمال هتلاقي كل الليفلز اتحركت مع بعض. طيب علشان احنا ما نتلخبطش في الليفلز واسامي بتاعتها، هتلاقي ان انت بعد ما عملت ليفل ده تسمى ليفل 3، لان كان في ليفل 2 انت مسحته، هو بيمشي عد تصاعدي من 1 لغايه ما تخلص الليفلز بتاعتك. فاحنا هنغير الاسم ده بانك تدوس مرتين عليها على الاسم ونكتب مثلا 0 0، هنسميه 0 داش، او معلش نسميها 0 0 داش لاين، وبعد كده بنسميه جراوند ليفل مثلا، وهنعرف ليه احنا سميناه 0 0. هنيجي هنا هنسمي الليفل ده ليفل اللي هو ارضيه البدروم اللي هي البيزمنت، فدي هنسميها 0 1 اندرسكور او داش لاين، بعد كده بنسميها بيزمنت. بعد كده في ليفل فوق ده، الليفل ده اللي هو فلور 1 اللي هو الليفل فوق جراوند ليفل. هندخل على ستراكشر ليفل وهنستخدم الاوبشن الثاني عندك ان انت بدل ما بترسم بخط تعمل بيك لاين. يعني ايه بيك لاين؟ يعني انت تختار الخط وتقول له ان عايز اعمل منه اوفست، فانت تدوس بيك لاين كده وتكتب في الاوفست ده الارتفاع اللي انت عايز توصله. طيب الارتفاع اللي عايز اوصله كام؟ منسوب 1.7 من الصفر، فانت هتكتب هنا 1.7 وتحط الماوس كده على الليفل بتاعك، هتلاقي ان ظهر لك داش لاين فوق. لو خليت الماوس لتحت هيعمل داش لاين لتحت، احنا عايزين 1.7 فوق، نعملها كده اهو وهنسمي ده الليفل اللي بعده اللي هو ليفل فلور 1، يبقى هنسميه 0 2 داش لاين، بعد كده نسميها فلور ونعمل مسافه وندوس 1 دوس انتر. كده انت غيرت الاسم بتاعك. ايه الفكره من انك تسمي بارقام؟ ان انت هنا لما تسمي بارقام هتلاقي ان هنا في البروجكت براوزر بتاعتك مترتبه بالارقام اللي انت كتبتها، فانت بتخلي المشروع بتاعك منظم. انت كل ما تكتب رقم بيتنظم هنا في البروجكت براوزر. طيب عايز اعمل الفلور اللي بعده، طيب منسوب الفلور اللي بعده ده منسوب كام؟ احنا عملنا 1.7، بعد كده نطلع 3.4 زائد 20 سنتي اللي هو 3.60 زائد 1.7 يبقى 35. فانا هدوس بيك لاين 35 من هنا. طيب انا ليه اتعب نفسي؟ ما ممكن من الليفل منسوب 1.7 ده اطلع ب 3.4 زائد 20 اللي هو بتاع الخرسانه تبقى 3.6، يبقى ادوس بيك لاين واكتب هنا 3.6 بدون ما تجمع على الصفر المعماري، دوس كده اهو هيروح يسمي لك فلور 2. طب ايه ليه سمى فلور 2؟ زود هنا عشان سبت مسافه ما بين فلور 1، لو ما سبتش مسافه مش هيسمي لك، مش هيعمل زياده اللي هو انكريمنت بواحد، بس انت مضطر ان انت تغير ده لان ده مش هيتغير لوحده، هتخليها 0.3 انتر. كده هتلاقي ان هو اتضاف هنا بالترتيب بتاعه. طيب بعد كده هنعمل ليفل بعده، الليفل بعده اللي بعده هندخل كده على الاوتوكاد، هتلاقي انت عندك الارتفاع ده ب 3.8 بعد كده بيمشي كله 3.14، فهندوس بيك لاين ونسمي نغير اوفست نخليه 3.8 ونعمل بيك لاين
وبعد كده نخلي ده 3 و14 100، دوس انتر. بعد كده بتيجي هنا اهو تعمل الليفلز التانية. هنفترض ان احنا عندنا 5 فلورز، 5 ادوار يعني، وعندي البيزمنت ده اللي هو الدور اللي تحت الدور الاول. بعد كده عندي فيه المناسيب بتاعت القواعد العادية والقواعد المسلحة. القواعد العادية والقواعد المسلحة هندوس على ليفلز. طبعا قلنا ان القواعد المسلحة 60 سنتي، القواعد العادية 30 سنتي. هندوس على بيت لاينز ونخلي دي 6 من 10، ونيجي هنا تحت وندوس بيك لاين. بعد كده نخليها ب3 من 10، وننزل هنا ونضيف الليفل اللي بعده. طبعا بالشكل ده الشكل مش منظم، لان هو الكلمات تدخلت مع بعض، وغير كده ان الترتيب ما بقيش مظبوط. يعني مشيت 0 0 بعد كده 0 2 0 3، وفينا 0 1، والدنيا متلخبطه شويه. فانا هنعمل زي شويه موديفيكيشنز على الليفلز بتاعتنا، المسميات، وغير كده الارقام اللي احنا كتبناها في الاول، ونعدل الشكل ده. الشكل ده ممكن نعدله ازاي؟ ان انت تدوس على الخط ده كده اهو، وتدوس على علامة الالبو دي، بيقول لك اد البو، او ما تدوس عليها هتلاقي ان الاسم نزل لتحت شوية. ممكن تسحب الجريب ده يمين او شمال وتنزله لتحت وتغير الاسم بتاعه. هندوس على ده نخليه هو الزيرو واحد، ندوس بعد كده داش لاين، بعد كده نسميها البي سي اللي هي الخرسانة العادية. بعد كده هنعمل الليفل اللي بعده هنسميه 02 RC، بعد كده البيزمنت 03، وهكذا نبدأ نسمي كل الليفلز بتاعتنا. نكمل 04 و05 وهكذا. هتلاقي ان هنا الدنيا اترتبت شوية، 0 اللي هو الليفل 01، بعد كده هنخلي ده 04 عشان ننزل تحت شوية كده 04، ندوس انتر. هتلاقي ان هو نزل هنا في البروجكت براوزر، وهكذا نكمل لغاية النهاية. إضافة الإلبو هي اللي هتخلي لك في فرق ما بين الكلمات عشان تعرف تقرا بس أسماء كل ليفل لوحده. ممكن نضيف إلبو هنا كده اهو، ونعدلها كده عشان تبقى واضحة بالنسبة لنا. لو أنت عايز تغير في اللينث بتاع أي ليفل، ممكن تشد من هنا من الجريب دي، هتلاقي إن كل الليفلز بتاعتك اتحركت مع بعض لأنها هي aligned. لو أنت عاوز تحرك واحد منهم بس، تفتح القفل ده وتشد لوحده، هتلاقيه يتحرك لوحده بعيدا عن الباقيين، بس احنا طبعا بنخليه من كلهم لوكد مع بعض. والحاجة الأخيرة إن أنت لو عايز تظهر البابل دي في البداية وفي النهاية، إن أنت بتدوس على الخط ده، وبندخل على الخصائص بتاعة الخط بتاعتك إنك تدوس Edit Type، وهنا هتظهر لك حاجة اسمها Symbol at End 1 و Symbol at End 2. تعمل تشيك على الـ End 1 وتدوس أوكي، هتلاقيها تظهر لك من الناحيتين لو أنت عايز تظهر من الناحيتين. وكده احنا ظبطنا الليفلز بتاعتنا، فاضل ان احنا نغير المسميات بتاعتها بحيث ان هي تتنظم في البلانز هنا، واعرف ادخل عليها اتعامل معاها بسرعه. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبدا ندخل على ازاي نعمل امبورت لفايل الكاد. ودمتم سعيد.